مرحبا بكم مجددا في قناتنا إنه لشرف لي أن ألتقي بكم في فيديو جديد في فيديو اليوم اخترنا لكم أبرز الأخبار الرياضية الوطنية والدولية فهيا بنا إلى العناوين جماهير الأهلي تعبث بتسمية ملعب دونور في جوجل تكريما لعبد المنعم الأهلي السعودي يعلن رسميا تعاقده مع البرازيلي روبرتو فيرمينو الآن دعونا ننتقل إلى التفاصيل السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أقدمت جماهير الأهلي المصري على تغيير تسمية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء على محرك البحث، جوجل، ليصبح، ملعب محمد عبد المنعم، كأول نتيجة متاحة بعد البحث عن اسم الملعب في المحرك المذكور. ويأتي ذلك في خضم التراشق بالتعليقات والمنشورات بين جماهير الوداد الرياضي وجماهير الأهلي ، من قبل مباراة النهائي ، وتواصلت إلى ما بعد تتويج الفريق المصري بعصبة الأبطال الإفريقية ، واختارت جماهير الأهلي العبث بتسمية ، دونور ، نكاية بجماهير الوداد الرياضي ، وتكريما للاعب الفريق ، محمد عبد المنعم ، مسجل هدف التتويج على أرضية ملعب محمد الخامس في إياب نهائي دوري الأبطال،، جدير بالذكر أن الأهلي المصري استطاع خطف التتويج باللقب القاري للمرة الحادية عشرة في تاريخه،، بعد فوزه على الوداد الرياضي بهدفين مقابل هدف ذهابًا، في القاهرة،، فيما انتهت مباراة الإياب، بالتعادل واحد إلى واحد، على أرضية ملعب محمد الخامس،،، الأهلي السعودي يعلن رسميا تعاقده مع البرازيلي روبرتو فيرمينو،،، أعلن النادي الأهلي السعودي الثلاثاء رسميا تعاقده مع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو في صفقة عالمية جديدة للنادي العائد إلى دور روشن للمحترفين ونشر النادي الأهلي عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو تضمن رسالة من النجم البرازيلي لجماهير الفريق جاء فيها أنا دائما ألعب للفرق الكبيرة أنا الآن في الأهلي أنا فيرمينو للأهلي جينا وكانت تقارير إعلامية عالمية سلطت الضوء على صفقة انتقال اللاعب إلى الأهل منذ عدة أيام في صفقة انتقال حر. يذكر أن فيرمينو انتهى عقده مع ليفربول بنهاية الموسم المنقضي، بعد فترة ناجحة مع النادي الإنجليزي حقق معه العديد من البطولات أبرزها الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية وغيرها. هذا كان تقريرنا حول أبرز أخبار الرياضة الرئيسية. لا تنسوا متابعة قناتنا للمزيد من أخبار الرياضة، إذا أعجبكم المحتوى الجديد للقناة، أكتبوا لنا تعليقاتكم المشجعة. شكراً لكم على المشاهدة، نلتقي في حلقة قادمة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.